مشجع وعاشق وحب النادي الزمالك، بنتمنى الخير والاصلح للنادي. و بين الشوطين احنا في مباراه سموحه، وان شاء الله التوفيق في الشوط الثاني، وبنقول يا رب. بدات تشجيع وحبي للزمالك من وانا عندي ايام كنت بشوفه وانا صغير، يعني 4 5 سنين، ايام الكابتن اشرف قاسم وكابتن اسماعيل يوسف كابتن رضا عبد العال. احنا الزمالك، انا قاعد قدام حضرتك من بدري، اذا خلاص انا ماليش دعوه بره الملعب، انا جوه الملعب احساسي كله جوه الملعب. يعني انت بتحس لعيبه الزمالك وهي بتلعب؟ بناء على الكورتين اللي لسه مطلعهم وايد العجان من الشمال او في نص الشوط الاول، والهجمات والكره اللي في العارضه، والفاول لسه متشال من الحيطه، بحس الزمالك باحساسي. ربنا سبحانه وتعالى بياخد حاجه بيدي بدلها 100 حاجه. يعني تقدر تقول انت بتشوف الزمالك بقلبك؟ اكيد نعمه أكيد. النظر ربنا على فكره الرؤيه هي رؤيه البصيره مش رؤيه البصر. رايك كيف اداء الزمالك؟ اداء الزمالك في الماتش ده ولا عموما؟ عموما في الدوري. عموما الصبر الجميل الزمالك كلها صبر. احنا ناخدوها فتره الاداء لغايه الموسم الجديد، والموسم ده نخلصه زي ما يكون باي طريقته، بس بنتمنى ان الكابتن ايهاب جلال وعدنا بيه المركز الثاني وكاس مصر، بس لو اي حاجه غير كده احنا بنتمناها، يعني هنبقى راضيين بيها. ليه؟ عشان السنه الجايه احنا مستنيين الكتير بقى منكم. رسالتك ايه لعيبه الزمالك؟ احنا بنحبكم، فرحونا عشان احنا تعبنا كتير.